لكن في منازلنا بنفكر انه هي عن جد نظيفه، بنستعمل كل الانواع وكل المواد اللي هي مخصصه للتنظيفات لحتى دائما نحسها بدها. هل هي صحيح نظيفه ام لا على صحه السنه؟ العناوين عملت احباط انا عم بنظف ويعمل، بس الا ما بعض الاشياء يمكن تسهى عنه او ما تكون منظفه مضبوط صعب ما هو لازم. وشوف قد ايه استعملت من برات البيت، ما بتعرفي وين مرقين كيف سمعوا عم بفوتوا على هالبراد وبيقعدوا اذا ما كانوا بالفعل منظفين كلهم. مظبوط مثل ما كنا حكينا قبل شفنا كمان الواح التغطية، لانه ميتنا بلبنان كيف سنين ما حس انه بلشت يصير عم بيغسل ضغط بعض يفكروها بضل المي جوا وهيدا ورطوبة وهيدا ممكن. مظبوط في الخضرة شغلة يكون في إلها سفنجة بس بتكون هيدا. بس إذا قلتي مثلا بطيخة ما بتصير أتربة وهيك بدون شوية نعم بنخصصهم كتير. وهالكيميكلز بدنا أو بتزيد عندهم الحساسية وبصيروا بيعطسوا يعني وإلى آخره هيك، فكله هيدا بيتبع بعض طبعاً. يعني كثرة استعمال كل هالكل تزيدها يعني بتخليها تتفق. حتى ما نتفلسف وفعلا إليك رواق ريك وزوي مشاهدينا ومشاهدينا.